الحمد لله، اللهم لك الحمد كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي الهمم العالية والعزائم الماضية والجد والدأب في كل خير، وعلى من تبعهم ونهج نهجهم بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه، وجاهدوا أنفسكم على طاعته ورضاه، والكف عن كل ما يكرهه ويسخطه سبحانه ويأباه، وليتب كل امرئ منا من خطيئته قبل أن ينظر ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عباد الله، لقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بعبادته والمجاهدة في طاعته والنأي والبعد عن معصيته، فقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال سبحانه وجاهدوا في الله حق جهاده، وأخبر تعالى أن جهادهم لأنفسهم ليس له، وأنه تعالى غني عنهم، فقال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، كما وعد سبحانه المجاهدين أنفسهم لأنفسهم فيه محسنين بقوله جل ذكره والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعدهم سبحانه بهداهم ومعيته لهم لإحسانهم، فقال سبحانه يا أيها الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، وثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم بمجاهدة النفس على ما ينفعها في عاجل أمره وآجله، وعلى الكف عما يضرها في الدنيا والآخرة. فيجاهد المرء نفسه على تحصيل ما ينفع ودفع ما يضر، ولأن المؤمن لا يستسلم للعجز والوهم، بل يتعاطى أسباب تحصيل المطلوب واتقاء المرهوب، مستعينا بالله تعالى علام الغيوب، مخلصا له واثقا به، مؤمنا بقدره وقضائه، راضيا بحكمه وحكمته فيما يقدره لعبده وعليه. أيها المؤمنون، المجاهدة استفراغ الطاقة والوسع في الشيء، والمجاهدة المأمور بها شرعا هي مجاهدة المرء نفسه على أمر دينه ومصالح دنياه، واتقاء ما يضره في دنياه وأخراه، وذلكم بأمور: الأول، المبادرة إلى فرائض الطاعات وأداؤها خالصة شرعية بإحسان ونية الثبات والدوام عليها
ما عاش العبد خالصة لوجه الرحمن، والثاني النهي والبعد عن المعاصي والمخالفات وعن مضانها ووسائلها وأهلها، وهجرها خوفا من الديان وحذرا من عقوباتها الدنيوية والبرزخية ويوم يحاسب الثقلان. الثالث التوبة من كل ما اقترف العبد في ماضي عمره من ترك واجب أو فعل محرم مع الإصلاح في المستقبل، وصدق النية وصدق الندم على سيء وصدق الندم على ما أزلف من سيء العمل، والاستكثار من الطاعات في مستقبل أيامه لتعويض النقص وسداد الخلل. أيها المؤمنون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له في ذلك كيف تصنع ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي أكثر ليل رمضان وكل ليل العشر الأواخر منه في العبادة والذكر والدعاء، وكان صلوات الله ربي وسلامه عليه دائما إما غازيا مجاهدا أو مقيما في بلده الطيبة الطيبة معلما مرشدا ساعيا في الإصلاح وآمرا بالخير أو ناهيا عن ضده، حتى في بيته فإنه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في عبادة أو راحة فهو في حاجة أهله، فإذا أذن للصلاة وثب، وحتى أنه صلى الله عليه وسلم يباشر أعمالا بنفسه يكلها كثير منا إلى الخدم ونحوهم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلح نعله بنفسه وينظف أو يخيط ثوبه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس نفسا وأكرمهم وأحسنهم خلقا وأشرحهم صدرا وألطفهم قولا وأبسطهم وجها وأحلمهم على جاهل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب عرف الغضب في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. ومن انتصر صلى الله عليه وسلم لنفسه إنما ينتصر لربه، وكان صلوات الله وسلامه عليه مع كثرة اجتهاده ومجاهدته في صالح العمل وكل ما يقرب إلى الله عز وجل كان يلح على الله تعالى بسؤال المزيد من العلم والهدى وبالاستعانة به جل وعلا وطلب الإعانة منه على الذكر والشكر في سائر الآناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وجعلنا من خاصة أوليائه وأحبابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، أثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في موعظة له: تقوى الله سداد وذخيرة معاد وعتق من كل هلكة ونجاة من كل هلكة
فبادروا بالأعمال عمرا ناكسا أو مرضا حابسا أو موتا خالسا، فإنه هادم لذاتكم يعني الموت، ومباعد طياتكم أي نياتكم، زائر غير محبوب، وواتر غير مطلوب، قد أعلقتكم حبائله وتكنفتكم غوائله وأقصدتكم معابله، فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله واحتدام علله وحنادس غمراته وغواشي سكراته وأليم إرهاقه ودجو إطباقه وخشونة مذاكه، فأسكت نجيكم وفرق نديكم، فلا تغرنكم الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية الذين احتلبوا درتها وأصابوا عزتها وأفنوا عدتها وأخلقوا جدتها، أصبحت مساكنهم أجداثا وأموالهم ميراثا، فإن الدنيا غرارة خدوع معطية منوع، لا يدوم رخاؤها ولا ينقضي عناؤها ولا يركد بلاؤها. عباد الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء من الخير يبادر إليه. وكان الجنيد رحمه الله يقرأ وهو في حال النزع أي في حال الموت وقبض روحه، فقيل له في ذلك فقال: أبادر طي صحيفتي. فاتقوا الله عباد الله، واغتنموا حياتكم في طاعة ربكم وشكره سبحانه على إنعامه عليكم، واحذروا من الغفلة، فإنكم إن غفلتم فليس بمغفول عنكم، وإن لكم آجالا محدودة وأياما معدودة، فاغتنموها فيما يكسبكم رفيع الدرجات ويحط عنكم الخطيئات، ويضاعف الله تعالى به لكم الحسنات، ويوصلكم به إلى المنازل العالية من الجنات. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا. ألا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه لا خير إلا دلكم عليه ورغبكم فيه، وكان صلوات ربي وسلامه عليه أسبقكم إليه، ولا شر إلا نبهكم عليه وزجركم عنه، وكان صلوات ربي وسلامه عليه أبعدكم منه، فصلوا عليه كثيرا. فإن الله تعالى قد قال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الأئمة الراشدين، وعن الصحابة بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا والمسلمين في من خافك واتقاك وحاذر غضبك وطلب رضاك يا رب العالمين. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا والذين ظلموا والذين نافقوا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وكفناه بما شئت. اللهم وثبت جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم سدد ثبت أقدامهم وسدد رميهم، واربط على قلوبهم، وامنحهم ووفقهم للنية الخالصة يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم، وكفر سيئات أحياءهم يا رب العالمين، وارفع درجات الجميع لقاء حفظهم من محافظتهم على عبادك وحدودك وحرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.